متابعينا في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية نتيجة لتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة. خلال الساعات القادمة تنتشر أو تنتقل حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل المنطقة الوسطى والشمالية من المملكة، لكن بأقل حدة مما ستسجل المنطقة الجنوبية والشرقية. التوقعات الجوية للعاصمة من خلال هذه الليلة تسود أجواء غير مستقرة، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. 6 درجات مئوية، الملموسة 4، الرطوبة حوالي 75%، والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار غد نبدأ بالمنطقة الشمالية: إربد 16 إلى 7، عجلون 15 إلى 6، جرج 16 إلى 6، المفرق 16 إلى 5 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الوسطى نبدأ بالزرقاء 17 إلى 6، البلقاء 14 إلى 7، عمان 14 إلى 7، مأدبة 18 إلى 6، والبحر الميت 24 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة: الكرك 14 إلى 4، الطفيلة 12 إلى 3، الشوبك 9 إلى 1، معان 12 إلى 3، والعقبة 20 إلى 12، مع فرصة لزخات من الأمطار في عموم المنطقة الجنوبية. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية: الأزرق 18 إلى 7 مع فرصة لتساقط لحبات البرد، الصفاوي 18 إلى 4، والوشد 16 إلى 4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.